على فكره انا اعرفك، انا اعرفك وشفتك على النت، انت بتاع لهجه الشرقاويه، اللهجه بتاع الفلاحي. ايوه انا اعرفك من عندك. تعرفي بقى عن اللهجه الفلاحي؟ بتيجي تسالي شباب المدارس اللي بيقول لك اغسطو، والواد اللي هو اللي كان طالع معاكي في النت ده بتاع المدرسه. تعرف ايه عن اللهجه الفلاحي؟ اللهجه الفلاحي؟ لا انا مش من الفلاحين اصلا. من ايه؟ انا من المحله اصلا. بيتكلموا ازاي بتوع المحله؟ بتوع المحله؟ عادي بيتكلموا عادي. يعني مفيش لكنه معينه؟ في ها حبيبي قريبه البورسعيدي شويه. كلمنا شويه كده باللهجه المحلويه. اللهجه المحلويه؟ حاضر. عليا النعمة من نعمة رب، انت بعزك ومخلص ليك، ربنا يعلم. اه عايزك تقول لي بقى، بما ان احنا انت بتنت اللي جابك الشرقية. انا مراتي من هنا، وما ما تقوليش اكتر من كده عشان ما تطلعش. ازاي يعني؟ يعني هي انا جيت هنا، انا متجوز بقالي 15 سنة، وعشت هنا متجوز من شيط رضوان. اه فضلت قاعد في الشرقية. وفضلت قاعد في الشرقية. ايه رأيك بقى في الشرقوة؟ بصراحة طيبين، بصراحة ناس طيبين. واهل ابو كبير. واهل ابو كبير ناس كرم والله وطيبين. طب واهل فؤوس؟ وطيبين والله العظيم، والله كل مراكز الشرقيه طيبين. عايزك تقول لي بقى، بما ان احنا خلاص داخلين على الشتاء، ايه اكتر اكله بتحبها في فصل الشتاء؟ انا احب الكوارع، العكاوي، لحمه الراس، فواكه المذبح زي ما بيقولوا. الراجل ده بيقول كلام صح الصح. اه والله. طب والعدس مش جايبك شتاء؟ لا ده العدس بقى ده بنحل بيه. انما اهم حاجه الايه، الاكلات اللي هي الايه، الكوارع، العكاوي كده. الاكل التقيله اهم، وبعد كده نبقى نحل بشوربه العدس. دي طاقه عشان الواحد يبقى عنده باور. البرد ده بتاع تتعخمون. يعني انت سبت البلد كلها. احكي لنا توت عم توت. ده واحد مداني هديه، فانا قبلت الهديه. اه والنبي قبل الهديه، انا قبلت الهديه. انا والله اتشرف ان انا شفتك النهارده وسعيد بيك جدا، وكان نفسي اقابل حضرتك من زمان والله، لاني بشوف حضرتك حلقاتك على النت. على فكره انا اعرفك وشفتك على النت، انت بتاع لهجه الشرقاويه، اللهجه بتاع الفلاحي. ايوه انا اعرفك من عندك. تعرف ايه بقى عن اللهجه الفلاحي؟ بتيجي تسالي شباب المدارس اللي بيقول لك اغسطو، والواد اللي هو اللي كان طالع معاكي في النت ده بتاع المدرسه. تعرف ايه عن اللهجه الفلاحي؟ اللهجه الفلاحي؟ لا انا مش من الفلاحين اصلا. من ايه؟ انا من المحله اصلا. بيتكلموا ازاي بتوع المحله؟ بتوع المحله؟ عادي بيتكلموا عادي. يعني مفيش لكنه معينه؟ في ها حبيبي قريبه البورسعيدي شويه. طيب كلمنا شويه كده باللهجه المحلويه. اللهجه المحلويه؟ حاضر. عليا النعمه من نعمه رب، انت بعزك ومخلص ليك، ربنا يعلم. اه عايزك تقول لي بقى، بما ان احنا انت بتنت اللي جابك الشرقيه. انا مراتي من هنا، وما ما تقوليش اكتر من كده عشان ما تطلعش. يعني؟ يعني هي انا جيت هنا، انا متجوز بقالي 15 سنه، وعشت هنا متجوز من شيط رضوان. اه فضلت قاعد في الشرقيه. وفضلت قاعد في الشرقيه. ايه رايك بقى في الشرقوه؟ بصراحه طيبين، بصراحه ناس طيبين. واهل ابو كبير. واهل ابو كبير ناس كرم والله وطيبين. طب واهل فؤوس؟ وطيبين والله العظيم، والله كل مراكز الشرقيه طيبين. عايزك تقول لي بقى، بما ان احنا خلاص داخلين على الشتاء، ايه اكتر اكله بتحبها في فصل الشتاء؟ انا احب الكوارع، العكاوي، لحمة الراس، فواكه المذبح زي ما بيقولوا. الراجل ده بيقول كلام صح الصح. اه والله. طب والعدس مش جايبك شتا؟ لا ده العدس بقى ده بنحل بيه. انما اهم حاجه الايه، الاكلات اللي هي الايه، الكوارع، العكاوي كده. الاكل التقيله اهم، وبعد كده نبقى نحل بشوربه العدس. دي طاقه عشان الواحد يبقى عنده باور. البرد ده بتاع تتعخمون. يعني انت سبت البلد كلها. احكي لنا عن توت عم توت. ده واحد مداني هديه، فانا قبلت الهديه. اه والنبي قبل الهديه، انا قبلت الهديه. انا والله اتشرف ان انا شفتك النهارده وسعيد بيك جدا، وكان نفسي اقابل حضرتك من زمان والله، لاني بشوف حضرتك حلقاتك على النت.